نبات ستيفيا نبتة عرفها الإنسان القديم منذ الخليقة، ويقع موطنها الأصلي في الباراجواي. أوراقها حلوة جداً، وكانت تستخدم للتحلية وفوائد أخرى. تعمق الإنسان الحديث باكتشاف فوائدها، وتمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء وهيئة سلامة الأغذية الأوروبية. وتتميز ستيفيا بعدم احتوائها على سعرات حرارية، فتتفكك بعد هضمها إلى جليكوزايدات سيتيفول يمتصه الجسم، ولا يقوم الجسم بتخزينها، بل يجري طرحها سريعاً خارج الجسم. وتتميز بتحلية تفوق السكر الأبيض ب300 مرة. ومن أجود المحاصيل في العالم، يتم استخلاص المادة الفعالة، ونقوم في شركة ابن النفيس منذ عام 2010 الأولى في فلسطين بتعبئة محل ستيفيا عالي الجودة، ويعتبر البديل الأفضل للسكر. وتأتي فلسطين في مقدمة الدول التي تعرفت عليه. محل ستيفيا محبب لدى مرضى السكري ومتبعي الحمية الغذائية، كما يمنع تعزز تسوس الأسنان. كما تقوم الشركة بتصنيع المنتجات الغذائية من ستيفيا: شوكولاتة، بسكويت، قطر شراب للحلويات، حلويات بأنواعها. متوفر في المحلات التجارية والصيدليات وفروع ابن النفيس.